المرأة المصرية أو عظيمات مصر هم وهدف الدولة تمكينهم، وهم وهدف المجلس القومي للمرأة متابعة كل ما يخص أمور المرأة ومساعدة المرأة ومساندتها من أجل التمكين. إحنا معانا ضيفتنا النهاردة دكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك معانا يا دكتور. دكتور، المجلس القومي للمرأة دائم إطلاق حملات ومبادرات من أجل دعم المرأة في كافة الأمور. مؤخرا المجلس أطلق مبادرة المرأة المصرية للمجتمع بهدف تمكين المرأة في سوق العمل ومساعدة السيدات اللي فقدوا وظائفهم وقت جائحة كورونا. خلينا نتكلم عن هذه المبادرة أولا، خاصة إن فيها جزء هام مرتبط بتغيير الفكر المجتمعي، وهو جزء من هم الدولة وهم القيادة السياسية تغيير الفكر المجتمعي فيما يخص المرأة وتمكينها. هو طبعا في البداية أنا بشكر حضرتك على يعني هذا الطرح الخاص بالموضوع ده، لأنه موضوع مهم جدا، هو أحد يعني آليات تمكين المرأة المصرية في سوق العمل من خلال هذه المبادرة. البرنامج طبعا فيه كثير من الأهداف وكثير من المجالات اللي ممكن يكون للمرأة فيها دور في موضوع التمكين الاقتصادي، تأهيل المرأة إلى سوق العمل والعمل والشركات والعمل في مجالات الصناعات الصغيرة، مجالات التصنيع، المشروعات الصغيرة، مجالات التدريب على ريادة الأعمال، مجالات التدريب أيضا على التحول الرقمي وإزاي تتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة، من خلال طبعا أولا أنها تتدرب على المهن الإنتاجية، حاجة تانية أنها تتدرب أيضا على تسويق المنتجات اللي خاصة بها، خاصة في ظل جائحة كورونا، لأن يمكن أصبح يعني مجال التسويق المباشر ممكن يكون فيه معوقات، لكن التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي أعتقد أنه ممكن يكون مجال كبير جدا للنساء في موضوع التسويق، لكن طبعا الموضوع محتاج إلى برامج للتدريب وللتأهيل في هذا المجال. الحقيقة جزء من هم الدولة وانشغالها وجزء من برضو هم المجلس القومي تغيير الثقافة المجتمعية الخاصة بالمرأة وبالتعامل مع المرأة وبتمكينها من قبل متخذي القرار، يعني إنها تمكن في سوق العمل وإنها تعامل معاملة الرجل يعني في مجال العمل. بتشوفي حضرتك إيه المعوقات اللي ممكن تكون مازالت موجودة تحتاج إلى تغيير ثقافي في المجتمع علشان تقدر المرأة تصل لهذه المرحلة؟ أنا شايفة أنه القوانين دلوقتي أصبحت مساندة للمرأة المصرية بشكل عام، خاصة في مجالات العمل أو المؤسسات الحكومية، لكن ممكن يكون في هناك بعض المعوقات في مجالات العمل في الشركات الخاصة، وبالتالي إحنا محتاجين برضو أن يكون هناك دعم ومساهمة من خلال المؤسسات الخاصة والشركات، أن هي يكون للمرأة نسبة في مجال العمل وتكون هي جزء من طاقة العمل داخل المؤسسة، هذه المؤسسة طبعا سواء كان مجال في التصنيع أو الصناعات أو مجالات خاصة مثلا بالتعامل في البنوك ما إلى ذلك، يعني المجالات اللي بتشتغل في مجال العمل الخاص والقطاع الخاص. القطاع الخاص أعتقد ما زلنا إحنا بنسعى أن تكون للمرأة نسبة في التواجد في العمل في مجال القطاع الخاص. أيضا طبعا النظر إلى تدريب المرأة على المهارات، مهارات العمل في القطاعات المختلفة سواء كان القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، وبالتالي أنا بأهلها إن هي تكون صالحة لأن هي تتعامل مع سوق العمل وأن يكون لها دور في العجلة الإنتاجية داخل سوق العمل أو داخل المؤسسة أو المنشأة اللي موجودة، من أجل طبعا يعني نوع أو جد يعني تدريب والتمكين، بحيث أنه عايز المرأة يكون لها تواجد في كل مجالات العمل المختلفة داخل المجتمع، بما طبعا حيكون عائده إلى المجتمع بشكل عام، وحيحقق عملية المساواة والتوازن داخل المجتمع في كافة القطاعات في مجال العمل سواء كان قطاع خاص أو قطاع حكومي. ويمكن عشان كده مبادرة المرأة المصرية للمجتمع جزء من همها هو يعني تدعيم يعني دور القطاع الخاص في
في المساهمة في تمكين المرأة وإيجاد دور حيوي له. طب خليني أتنقل مع حضرتك لأمر يعني لسه مفيش من كام يوم، خلينا نتكلم عن أهم التوصيات اللي التوصيات والتوجيهات اللي تفضل بها سيادة الرئيس الأسبوع الماضي أثناء تكريمه للعديد من السيدات في المجالات المختلفة، وكلها توجيهات تخص دعم المرأة وتمكينها سواء بالتحقها بوظائف المستقبل للهندسة والمجالات العلمية التكنولوجية، وده أيضا أمر هام يعني محتاج كان المجتمع يعني يعي انه المرأة تستطيع، وعندنا انجازات كبيرة جدا للسيدات في هذا المجال من اجل تحفيز التمييز الحكومي والمؤسسي لدعم تمكين المرأة، من اجل رفع الإزاء وتحقيق الإزاء البدني وتحقيق كرامة المرأة في الأسرة. كلمينا عن رأيك في هذه التوجيهات التي أوصى بها السيد الرئيس. حقيقي كل التوصيات اللي أصدرها السيد الرئيس في مؤتمر المرأة الذي عقد يوم الأربعاء الماضي الخاص باحتفالات المرأة المصرية كانت كلها توجيهات فعلا نحن في احتياج لها، وفعلا هي قدمت خطة مستقبلية لتمكين المرأة في هذه المجالات. اهتم السيد الرئيس بمجال التمكين الاقتصادي اهتمام كبير، مجالات التدريب المرأة على مجالات العمل المستقبلية أو المهن المستقبل، أيضا برضو مجالات العمل في مجالات الصناعات الخضراء والمشروعات الخضراء باعتبار أن هي المجال الهام جدا في موضوع طبعا التوازن البيئة والحفاظ على البيئة، برضو اهتمام بالمسنات وكبيرات السن يعني رعايتهم وبرضو الاهتمام بهم، ده كان أحد التوصيات الهامة اللي سيادة الرئيس أكد عليها. كمان موضوع اهتمام بالأسرة، سيادة الرئيس في حديثه تأكد على موضوع استقرار الأسرة وأن يكون هناك نوع من التوائم داخل الأسرة المصرية، بحيث أن دايما الأطراف يعني لو كان لا قدر الله في نزاع داخل الأسرة بين الطرفين لابد أن تراعى، وهذه كانت حتى في حديث الرئيس ان احنا لابد ان نراعي ان هناك اطفال، ان هناك في اسره، ان احنا دايما الطرفين يعني داخل الاسره يكونوا على حرص من الحفاظ على الاسره والحفاظ على افرادها سواء كان اطفال او ما الى ذلك. برضو حاجه مهمه جدا طبعا يعني بصراحه اضيفت الى هذه التوصيات ان السيد الرئيس اوصى بالمحافظات الحدوديه وتمكين المراه في مجال في المحافظات الحدودية، وأنا بعتبر أن ده يعني حاجة غير مسبوق. السيد الرئيس لما يتحدث عن المحافظات الحدودية باعتبارها طبعا محافظات الأمن القومي المصري، والتركيز على الاهتمام بالمرأة في كافة مجالاتها بقى سواء كان في مجال التعليم والصحة، مجالات التنمية، التمكين الاقتصادي والسياسي، دي كلها مجالات ومحاور كبيرة جدا ممكن نشتغل عليها خلال الفترة القادمة، وهي تعتبر منهاج عمل يعني نشتغل عليها بحيث أن احنا نساعد في تمكين المرأة في هذه المحافظات الحدودية. المرأة حرمت كثيرا من كثير من المكتسبات نتيجة طبعا حضرتك عارفة ان هي ما كانش لها حظ كبير في موضوع مشروعات التنمية زي المحافظات الحضرية، وبالتالي محافظات الحدود ما زالت تحتاج الى مزيد من الاهتمام، وده كان فعلا يعني اللي اكدوا توصيات سيادة الرئيس، واعتقد ان ده منهج عمل للمرحلة القادمة في مجال الاهتمام بالمرأة في كافة انحاء مصر، وخاصة التركيز على المحافظات التي لم تأخذ حظها في السابق. أعتقد أن ده يعني أنا شخصيا كابنة أحد محافظات الحدود بعتبر أن ده انتصار لكل نساء مصر اللي في المحافظات الحدودية. بالتأكيد. طيب كلميني بقى بما أننا تكلمنا عن هذه التوصيات والتوجيهات اللي تفضل بها السيد الرئيس، كلميني عن هذه الاحتفالية وهذا المؤتمر، شفتي حضرتك هذا التكريم للعديد من السيدات في مجالات مختلفة، هذا الود في التعامل، فرحة السيدات، استماع وإنصات السيد الرئيس لكلماتهم، كلمينا عن رأيك في هذه الاحتفالية. في الحقيقة أنا كان لي شرف طبعا أن أحضر هذه الاحتفالية، وكانت يعني احتفالية لها تميز
لأنه طبعاً اهتمام السيد الرئيس بتكريم الأمهات المثاليات اللي طبعاً تم اختيارهم من وزارة التضامن، بالإضافة إلى رؤية جديدة في تكريم النماذج المصرية، سواء كان في مجالات الفن، مجالات الإبداع، مجالات الثقافة، مجالات البحث العلمي، دي كلها إضافة يعني تكريم للمرأة المصرية وتقديم القدوة الجميلة اللي ممكن تكون نموذج لبناتنا وللمستقبل، إنه ده النموذج اللي ممكن يبقى نهج لكل السيدات المصريات. يعني تكريم الأم المصرية ليس فقط هي يعني مجرد الأم ربة فقط، ولكن أيضا تكريمها في مجال البحث العلمي، مجال الاجتهاد، مجال خدمة وطنها، بحيث إن هي لها أدوار. يعني أنا كان يعني أنا جتني يعني أو تصورت إنه ده مهم جدا إن إحنا نؤكد عليه. المرأة المصرية هي أم وزوجة ولها دور فاعل داخل أسرتها، بالتالي هي مثالية، لكن لها أدوار أخرى لخدمة مجتمعها، وبالتالي دي إضافة. أنا عايزة المرأة اللي حتكرم كمان يكون لها دور مجتمعي، دور في مجال سواء كان عمل علمي أو سياسي أو مجال ثقافي. ماذا أعطت المرأة المصرية لمجتمعها من خلال هذه الأدوار؟ بالإضافة طبعا إلى الدور الأساسي، دورها كأم وكزوجة مربية أجيال، ده يعني لن يعني ليس مجال نقاش، لكن يضاف إليه موضوع التكريم المميز للسيدات اللي ليهم أدوار كبيرة داخل المجتمع، سواء كان في زي ما قلت لحضرتك مجالات سياسية، مجتمعية، بحث علمي، كلها أدوار جميلة وتعطي يعني قيمة كبيرة لدور المرأة المصرية في مجتمعها، وتحفز طبعا الأجيال القادمة من بناتنا إن هم فعلا تكون لديهن القدوات من نساء مصريات لهن دور تاريخي عظيم، يعني أو وضعوا بصمة تاريخية في هذا الوطن الغالي. خلينا نعود للمجلس القومي للمرأة وتمكين المرأة اقتصاديا. دكتورة مايا مرسي كان ليها تصريح بتقول إن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المشروع الأكبر للمجلس القومي للمرأة، وهو أيضا المشروع يعني الهام بالنسبة للوطن. خلينا نتكلم عن الجهود اللي بيقوم بها المجلس القومي للمرأة والمبادرات المختلفة لدعم المرأة، دعم المرأة الريفية، تمكينها اقتصاديا. كلمينا حضرتك عن هذه الجهود والمبادرات. هو بالتأكيد يعني احنا قدمنا النموذج اللي من خلال طبعا تمكين المرأة في مجال القضاء، في مجالات المواقع السياسية أو التنفيذية، لكن كمان في اهتمام بالمرأة في الريف، في المناطق النائية، المرأة في المحافظات زي ما قلت الصحراوية، الاهتمام بيها، اهتمام بصحتها، صحة الأسرة، صحتها، التثقيف والوعي، نشر الوعي داخل المجتمعات المحلية، أيضا مجال التعليم وفتح مجالات التعليم للفتيات في المحافظات، تشجيعهم على أن يقومن بأدوار جديدة تكون لها دور في تنمية مجتمعاتهم المحلية. أعتقد أن النموذج ده نموذج جميل أن احنا نبدأ نتبنى السيدات في المحافظات الحدود، الفتيات، يبقى النموذج الجديد اللي هو أنا عايزة كل محافظات مصر 27 لدينا نماذج يمكن أن تكرم على مستوى الجمهورية، يعني يكون التكريم لكل امرأة في كل محافظة، وماذا فعلت البصمة التي أضيفت إليها. طبعا الاهتمام بالمرأة الريفية والمرأة المعيلة أحد التوصيات طبعا اللي اهتم بها سيادة الرئيس، موضوع التمكين بقى بكل آلياته، من خلال التدريب، من خلال الدعم المساندة، من خلال طبعا صناعة رأي عام مستنير تجاه قضايا المرأة في المجتمعات المحلية، أحد القضايا الهامة جدا، وأيضا القضايا الخاصة بالمرأة سواء كان مواجهة العنف وكيف نحافظ على المرأة ونحميها من مواجهة أي شكل من أشكال العنف، في نفس الوقت توعيتها بحقوقها، توعيتها بالقوانين اللي بتحفظها وتحافظ عليها من أجل أن هي تستطيع أن تستكمل تعليمها، تستطيع أن هي تحدد مستقبلها دون ضغوط. دي كلها يعني برامج يعني حتى فيها القوانين الداعمة المساندة للمرأة، فإحنا محتاجين بقى لمزيد من الوعي للمرأة في هذه المناطق سواء الريفية أو النائية، وأن هي تعرف ماذا عليها وما لها من حقوق ومكتسبات. سؤالي الأخير لحضرتك، لأن وقتي خلاص بينتهي، في وجهة نظرك كمعنية ومهمومة بالمرأة المصرية، هل هناك مجالات مازالت المرأة تحتاج
إلى أن تصل إليها ولم تصل لها بعد؟ أكيد في كثير من الطموحات. يعني بص، يعني أنا أقول لحضرتك إن المرأة المصرية هي إنسانة دائما يعني مبدعة، ودائما بتنظر إلى المستقبل، ودائما لديها الطموح للقادم يكون أفضل في كل المجالات، يعني سواء كان المجال البسيط داخل المجتمع المحلي أو المجال على المستوى القومي والدولي. طموح المرأة إن هي تصل إلى مواقع ومناصب قيادية. أنا شخصيا يعني حلمي إن أرى يعني كثير من السيدات الفضلات يتولين موقع مثلا محافظ، أكثر من سيدة، مواقع خاصة بالمجالات الأمن القومي، مجالات اللي هي المجالات اللي خاصة بالمشروعات أو البنية التحتية، بالذات في مجال الصناعات والقلاع الصناعية. طبعا الطموحات كثيرة، وما زلنا كل يوم بيتقدم العلم. أتمنى أن المرأة تكون هي في ركب مسيرة العلم في كل المجالات. عندنا كمان الجامعات الجديدة اللي بتفتح في كل المحافظات. المرأة يعني كل طموحي أتمنى أن تتواجد المرأة في كافة المجالات داخل المؤسسات الجامعية. وطبعا الحمد لله احنا لدينا حتى في معظم المحافظات والجامعات الإقليمية يعني أعداد كثيرة من السيدات، لكن ما زال طموحي اني ارى السيدات في مواقع اكثر، وخاصه ان المراه لديها ابداع ولديها تميز ممكن ان تقدمه لمجتمعها وتفيد بالمجتمع وتفيد به، يعني حتى مجالات التنميه في كل المحافظات. انا بشكر حضرتك جدا دكتوره سهام جبريل. كمان المرأة في من خلال يعني أتمنى أن يبرز الدور المرأة اللي في المحافظات البعيدة ويظهر على مستوى القومي، بحيث أن احنا فعلا مصر فيها 27 محافظة، ففيها سيدات كثيرات في مناطق نائية يعني تغلبنا وحاربنا من أجل أن يتسلحنا بالعلم، من أجل أن يحصلنا على بنضم صوتنا لصوت حضرتك كلها قاسية بالنسبة لهم، فمحتاجين ان احنا نبرز النماذج الجميلة. بنضم صوتنا لصوت حضرتك، ونتمنى طبعا ان المرأة تصل لكل ما تتمناه، ونشوفها في المحافظات الحدودية زي ما بتقولي حضرتك. وأنا بشكرك جدا دكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، على وجود حضرتك معنا. مشاهدينا كالعادة الوقت معاكم بيمر بسرعة، والقعدة وسطكم ما تشبهش منها، لكن وقتنا خلص. بكرة حلقة جديدة، وأنا أشوفكم يوم الأحد.